الطاقة تعرف عدة مشاكل مرتبطة بالتغييرات المناخية، التدخل السلبي للإنسان، التلوث المنزلي، سيطرة التمدن، وكذلك التلوث الصناعي. الشيء الذي أدى إلى تراجع مهول في التنوع البيولوجي للمنطقة، فقدان جماليتها، واختلال التوازن الطبيعي. برجة الفوارات منطقة رطبة ضمن لائحة رامسار، منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية مهمة، تتسع لعدة هكتارات مزود مائي للمنطقة. إن العالم الذي نريده هو التعاون بين الساكنة والسلطات المحلية والمصالح المخصصة من أجل التغلب على المظاهر السلبية للتغيرات المناخية واسترجاع التوازن الطبيعي.